المذيل أو المدفن المذيل كان سبب توقف قافلة على خطى العرب في صفراء المستوي بعد أن تركت عنيزة وبريدة وراءها. والمذيل يبنى بهذه الطريقة، مثلث هكذا، ثم يدفن الشخص في الوسط أحياناً مائل يميناً أو شمالاً، ويوضع الذيل الطويل على حسب أهمية الشخص، فهو بهذا الشكل. أحياناً هذا الاتجاه شمالاً وجنوباً وغرباً ليس دليلاً على شيء آخر، ويبنونه غالباً في مكان مرتفع، من صخور ضخمة وغرفة دفن دقيقة الإتقان في أسفل هذا المذيل. وفي محافظة الشماسية في القصيم، في المستوي، الصحراء المستوية العظيمة اللي يقولون عنها في المثل المهتوي يقطع المستوي، يوجد مذيل ضخم وهو مدفن قديم يتجاوز عمره 20,000 عام، وهو شبيه للأنماط الموجودة منتشرة في الجزيرة العربية في وادي الدواسر وفي الخرج وفي الفاو وفي تيمة وفي خيبر. وفي الغريب أن هذه الأنماط لها مثيل في قارات أخرى من العالم، وهذا يحتاج بحث. وأنا أهيب بالشباب، هذا رأس المثلث يوجد تحته غرفة دفن، ويوجد شخص مدفون مهم عاش في تلك العصور السحيقة، يوم كان هذه الأرض غابات وكانت أنهار في العصور المطيرة، لذلك هذا البناء الضخم المثلث، ثم الذيل الذي يتجاوز طوله 100 متر بصخور ضخمة جدا يستغرق بناؤه أشهر. ويدل على ذلك في ذلك الوقت أن الإنسان لم يكن متخلفا في ذلك الوقت أو أن عقله صغير، لا، كما يقول أصحاب النظرية الداروينية والذي يريدون أن يروجوا لها ويريدون أن يصدقوها، ليس صحيحا. هذا الإنسان عنده اطلاع وعنده حضارة وعنده بعد حضاري والتزام بالمكان الذي يعيش فيه. فهذه المستوي، هذه نفود الثويرات يقع خلفنا، وهذا كان وادي دائم الجريان قبل في العصور المطيرة. وهذا الرجل المدفون هنا يبدو أنه شخص مهم، في أحياناً الذيل يصير 20 متر وأحياناً 10 أمتار وأحياناً يصغر وأحياناً يكبر، وحسب أهمية هذا الشخص، وهي من حجارة كبيرة مغروسة في الأرض، وغرفة الدفن في رأس المثلث. وأنا أهيب بالشباب ألا يعبثوا بهذا المكان وأن يحافظوا على تراث بلدهم، ليس هنا شيئاً مدفوناً ذهب ولا غيره، لأنه في تلك العصور السحيقة لم يكتشف الإنسان الذهب كمادة قابلة للتعدين. هذا رجل مدفون معه أحجار فقط لا غير. Thank you.
كل ما في هذه البقعة من المستوي يشي بأنها رأت أياماً ليست كمثل الأيام التي تمر بالحواضر العادية، فكل شيء هنا يدل على أن أياد وعقولاً لوت ذراع الطبيعة وطوعتها. وفي المستوي في الشماسية ومن الأنماط المختلفة للمدافن السحيقة التي يتجاوز عمرها 20,000 عام يوجد مدفن دائري وليس مذيل، المدافن الدائرية، ولها شبيه في أماكن كثيرة في العالم. الغريب في هذا المدفن وضعوا صخرة ضخمة يتجاوز وزنها لا يقل عن طن وتحتها فتحات، لأنهم يؤمنون بخروج الروح للحياة الأخرى. هم يؤمنون في ذلك الوقت طبعا لأنهم من أحفاد آدم، أحفاد آدم كان عندهم دين، فهم يرى أن الروح تخرج من هنا من تحت هذا المدفن. طبعا المدفن هذا دائري ضخم وكان مصموتا صمتا بالحجارة، والدفن في هذا المكان لكنه تعرض للعبث وتعرض للتخريب وأخذ الصخور منه وبقيت هذه القواعد. وفي محافظة الشماسية نجد مذيل آخر أقصر من المذيل السابق، لأن الشخص اللي فيه ربما أقل أهمية من الذي قبله. ونحن عندما نقف في هذا المكان لسنا نريد أن نبحث فقط عن تاريخ الجزيرة العربية، لا، حنا نريد أن نبحث عن تاريخ الإنسانية جميعاً، والإنسان كيف كان يعيش، لنعرف كيف عاش في تلك العصور السحيقة وبماذا كان يفكر. لم يقتصر الوجود التاريخي في موقع المستوي على المدافن فحسب، بل كشف عن شواخص ترك عيد تفسير وجودها للآثاريين، ولكنه شبهها بشواخص إنجلترا الحجرية الشهيرة في ستونهنج والتي استعصت على التفسير حتى اليوم. صف من الصخور المنصوبة على شكل أعمدة بطول 300 متر، وهي شبيهة بأعمدة الرجاجيل الموجودة في سكاكا، وشبيهة بالأعمدة الموجودة في إنجلترا والتي تسمى ستون هنج، مع أن في ستون هنج كانت ساقطة الصخور، هم بعدين الدولة هناك قاموها علشان تكون متحف. هذه الصخور نحتاج للجهاز الفورتين، الجهاز فور الكربون 14 المشع، لنعرف عمرها، وإذا عرفنا عمرها إذا يأخذنا العجب كيف نحتوا الصخور على شكل مسامير، لأن كل صخرة مغروزة بالأرض على شكل مسمار. في ذلك الوقت لم يكن لديهم حديد، إذا كان هذا من العصر الحجري الحديث أو ربما قبله، كيف نحتوا هذه الصخور الضخمة وغرسوها في الأرض؟ إذا كانت من العصر الحجري كيف نحتوا أسافل الصخور بحيث تكون سهمية الشكل ولم يكن لديهم أدوات حديدية، فكلها مغروسة وأسفل الحجارة على شكل سهمي، وهي من حجارة ثخينة جدا وكبيرة جدا، وهذا يحتاج إلى بحث ويدل أيضا على أن الإنسان في ذلك الوقت كان لديه أشياء نريد فعلا معرفتها والبحث عنها. فريق الرحلة الذي ترك عيد اليحيى وفرق التصوير تصارع أحجار المذيلات والشواخص في الريح العالية، خاض صراعاً مع الراحة الظليلة وأقداح الشاي وتل الفواكه الطازجة. We'll be right back.
الصراع وصله الفريق مجتمعا في الليل، أما الضحايا فكانت أكداس اللحم على تلال الأرز، ثم النوم ملء العيون المثقلة بدسم التاريخ. تستدير السيارات داخلة بر الأسياح، وما إن تدخلها حتى تلوح أطلال حصن مارد، وجهة القافلة وموضوع الحكاية النادرة. هذا القصر ابتناه المستعصم بالله في آخر الدولة العباسية قبل 300 سنة للهجرة، في السنة 300 للهجرة ابتناه قبل ما يأتيه مارد. الناس يخلطون بالقصة بين مارد وبين المستعصم بالله ومتى جاء. الحقيقة أنه بني، والدليل على ذلك أن الأقواس وطريقة البناء فيه والآجر والجبس نفس الطريقة العباسية في القصور الموجودة والمنتشرة في الشام وفي العراق وفي مصر. سلطان مارد هذا متى جاء؟ سلطان مارد هذا قائد تركي أرسلته الدولة العثمانية، لأن هذا القصر استخدم سنوات طويلة أكثر من 500 سنة قبل ما يصل ينتهي على وقت هذا الرجل التركي الذي أتى معه 1000 فارس. أرسلته الدولة العثمانية ليؤمن درب الحاج البصري. فلما عاش هنا في هذا المكان وكانت تمرد لأن معه قوم ووجد قبائل هنا وأعجبه الوضع وكان عنده هوس سياسي، فتمرد على الدولة العثمانية فسمي بمارد. وأيضا تمرد مرة أخرى وأراد أن يتزوج ميثاء، ميثاء العربية الضيغمية، يأخذها غصبا من أهلها، فرفضوا الضياغم أن يعطوا هذا القائد التركي هذه البنت غصبا، لأنه كان يراهم نظرة دونية وهم لا يرونه يماثلهم. فحصلت معركة شهيرة بين الضياغم اللي لا يتجاوزون 40 شخصا وبين 1000 فارس في الصريف، معركة الصريف الأولى وليست معركة الصريف الثانية. والدليل أنه حصل أيام الدولة العثمانية حصلت هذه القصة أن الشعر الذي تناقله الضياغم هو على الطرق الهلالي، يعني ليس فصيحا، بين الفصيح وبين النبطي. أما أيام المستعصم بالله فكانت الفصحى هي اللغة الدارجة وليست اللغة العامية على الطرق الهلالي. قبل أن يتوجه عيد ليرينا ما حصل لميثا ومارد العثماني، عاد ليتذكر ويذكر. ولا بد أن نفرق بين هذا القصر، قصر مارد، وبين مارد الذي في الجوف، ولذلك قصة أخرى. وهذا القصر عرض جدرانه متر ومبني بأقواس وفي مخازن للطعام وقوي جدا، بني ليبقى على محطة درب الحاج. وأيضا ربما في قصر تحت هذا المكان يحتاج سنقيب، لأننا وجدنا كتابات حميرية في هذه الصخرة خلف هذا القصر، فلا بد أنه قيم على أنقاض قديمة، وسنرى ذلك ثم نرى ماذا حصل بين جيش الضياغم القليل العدد لا يتجاوزون 40 فارسا وبين سلطان مارد وجيشه، وكيف انتهى هذا القصر وآل لهذا الخراب. وعلى
على مقربة من هذا القصر اكتشف الرحالة الفرنسي تشارل هوبر صخرة زي الطاولة من الساندستون، يعني من الحجر الرملي، كتابات مسند جنوبي، كتابات حميرية قديمة لكن للأسف تعرضت للتخريب. وهذا يدل أن هذا المكان كان درب للقوافل من أيام السبائيين، وليس فقط استغلته السيدة زبيدة رحمها الله. هذه هي روضة الصريف، حيث النصف الثاني من حكاية ميثا وسلطان مارد. روضة الصريف علامة مسجلة بأشجار الأثل التي سميت باسم ميثا نفسها. والآن وصلنا إلى روضة الصريف، تقع جنوب غرب الأسياح وقصر مارد بعشرين كيلو متر عند أثلة ميثا، سميت على ميثا الضيغمية. والسبب أنهم لما هربوا في الليل من بطش مارد وجيشه أتوا إلى هذا المكان وهم ناصبين، كانوا ناصبين خيامهم في الأسياح، لكنهم من العجلة لم يكن لديهم وقت ليأخذوا الأوتاد، أوتاد الحبال، حبال الخيام، لأن الوتد إذا ضرب في الأرض صعب، فهم قطعوا الحبال وحملوا الخيام على الإبل وأتوا إلى هذه المنطقة. فميثا كان معها عصا أثل، والأثل إذا غرزته في الأرض وأسقيته ماء ينبت. الأثل هذا، شجرة الأثل اللي تكثر في الجزيرة العربية، ليست تبذر بذر، إنما من الغصن. فهي غرزت عود أثل أخضر معها، أتت به من الأسياح وربطت فيه حبل الخيمة، فنبت هذا الأثل، وإلى الآن يسمى أثل ميثا. وهذا الأثل قديم جدا، يتجاوز عمره مئات السنين، ربما 400 سنة، وربما هو من الأثل الذي نبت أيام ميثا. فلما عرفوا الضياغم بالقصة، كان أخو عمير بن راشد له أخ لكنه أبكم ما يسمع، أصابه مرض في أذنه فأصبح لا يسمع، فهو لا يتكلم لأنه لم يسمع حروفه من يوم كان طفلا. فلما عرف بالقصة، عرف أن سلطان مارد يريد ميثا، قال وعرف من القصة، فارتفع ضغطه، ويقولون أنه انفجر دم من أذنيه فبدأ يسمع وتكلم، فبدأ يقول ميثا لا، ميثا لا، فذهبت مثلا، دائما الناس يقولون ميثا لا. أتوا إلى هنا، لكن جيش سلطان مارد لحق بهم، وحصلت موقعة هنا شهيرة بين الضياغم 40 رجل أمام 1000 فارس، وهزموا جيش مارد شر هزيمة. ومعنا الأخ أبو عشري حافظ القصيدة التي قيلت فيها، اللي قالها عمير بن راشد. عمير بن راشد، نعم، قالها في ميثا. ايه وش قال؟ طبعا عندما لحقوهم فبدا بقصيدته بلحقوهم، يقول لحقونا يبون ميثا غصب علينا، ودوم ميثا صبيانا تسن حراب، يبون ميثا نقوة من حريمنا، يبون ميثا نقوة من حريمنا، وانا اقول خزوة وعتاب، تلاقاه ميدان وسلطان مارد، وتهيل ذا من كف ذا صواب، وضربوا حميدان بشلفا سنينه، عرينية تودع الدروع خراب، بحد الرمث من الرمث والغضا، بحد الرمث من الرمث والغضا، خلي بقويرات الصريف مصاب، انا شوق ميثا عمير بن راشد، انا كل عمري للرجال عذاب. ولذلك يقولون إن سلطان هذا حميدان الأبكم اللي يقول ميثا لا، ميثا لا، هو الذي اقتحم على سلطان مارد، نعم، وضربه، ضربه بشلفة عرينية، هذه تسمى عريني، صناعة ما أدري التسمية، زي يمانية هندية، تدعي الدروع
اللي لابس خراب. نعم. لكنهم اختلفوا ضربتين، امسك، هم اختلفوا ضربتين، يعني هذا ضرب ذا، ضرب نفس السيف حقه على جسمه نفسه، لكن كلهم ماتوا. جميل. كلهم ماتوا. نعم. ودفن رحمه الله حميدان في هذا المكان، ونبتت هذه الأذلة بعد الوتد، لأن هذا المكان تجتمع فيه المياه، ويوجد حد الرمث من الغضاء في هذا المكان. نعم. نفسه و... جويرات الصريف اللي هي جويرات الصريف. نعم. موجودة. نعم.